جزاكم الله خيرا. سؤال لأختنا من ينبع البحر والتي رمزت إلى اسمها بأمة الله، تقول فيه: إني أرى المنكر وأحاول أن أغيره ولكن لا أستطيع، ومن كثرة رؤية هذا المنكر قد تخف أو تقل أو يقل الإحساس به ويتلاشى شيئا فشيئا مع يقيني بحرمته، فهل يدل هذا على أني ضعيفة الإيمان كما ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؟ نعم، إنكار المنكر أمر واجب حسب الاستطاعة كما هو مفصل في هذا الحديث، ولا يسقط عن المسلم بحال من الأحوال، ولكنه ينكره حسب استطاعته، إما بيده إن كان له سلطة، وإما بلسانه إذا لم يكن له سلطة وعنده قدرة على البيان، وإما بقلبه إذا لم يستطع المرحلتين السابقتين. وإذا أنكر المنكر بقلبه حيث لا يستطيع إلا ذلك، فإنه يبتعد عن المنكر وأهله ويعتزل عنهم إذا أمكنه ذلك. أما إذا لم يمكنه اعتزالهم والابتعاد عنهم، فإنه يكون كارها لهذا المنكر بقلبه وكارها لأهله، وإذا علم الله من نيته ذلك فإنه يسلم من إثم المنكر لأنه أنكره، ولا يدل ذلك على ضعف إيمانه ما دام أنه ينكر المنكر ويكره المنكر ويكره أهله، فهذا منتهى ما يستطيع. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. أما من لم ينكر المنكر بقلبه فهذا ليس فيه إيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال بعض السلف: هلك من لم ينكر المنكر بقلبه. نعم.